الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكدت لجنة النقل والاتصالات النيابية ضعف التخصيصات المالية لوزارتي النقل والاتصالات، مطالبة بتخصيص أموال لميناء الفاو والسكك الحديدية. وقالت رئيسة لجنة النقل زهر البجاري إن التخصيصات المالية لوزارتي النقل والاتصالات قليلة، وتم طلب تخصيص لأموال ميناء الفاو الكبير الذي يعتمد على الموازنة بصورة مباشرة لإكمال عمله، بالإضافة إلى تخصيص أموال للسكك الحديدية وإعداد دراسات لبناء مترو في بعض المحافظات. وأضافت البجاري أن هناك مشكلات الخريجين المتخصصين في مجال الموانئ الذين لا يمكنهم العمل في غير هذا الاختصاص، لذلك تم طلب شمولهم بالتعيينات حسب اختصاصهم. أكدت شركة إكسون موبيل الأمريكية للنفط أن خروجها من حقل غرب القرن المرحلة الأولى في محافظة البصرة لم يكن بسبب التكاليف. وقالت الشركة إن التحركات الأخيرة التي اتخذتها إكسون موبيل للانسحاب من دول مثل العراق وغينيا الاستوائية ليست بسبب التكاليف، مشيرة إلى أن مثل هذه المداخل والمخارج جزء طبيعي من أعمال التنقيب. وتسعى شركة إكسون موبيل لبيع حصتها البالغة 32.7% في حقل غرب القرن واحد، في حين قامت مؤخرا ببيع جزء من حصتها إلى الشركة الأندونيسية التي تملك حصة 10% في الحقل. كشف تقرير لصحيفة ميدل إيست مونيتور البريطانية أن كردستان العراق خسر 1.5 مليار دولار منذ توقف صادراته النفطية عبر تركيا، حيث استمر انخفاض الصادرات ما أدى إلى توقفها منذ شهرين. وذكر التقرير أن تدفقات الصحراء الصادرات إلى ميناء جيهان في تركيا تظهر إشارات قليلة على الاستئناف مرة أخرى بعد أن أوقفت أنقرة تصدير 450 ألف برميل يوميا من العراق عبر خط أنابيب العراق وتركيا في نهاية آذار الماضي، حيث تم إيقاف التدفق بعد أن قضت المحكمة الدولية بأن تركيا يجب أن تدفع لبغداد 1.5 مليار دولار كتعويض عن الصادرات لكردستان العراق. قالت وكالة مكافحة الاحتكار البريطانية إن المتعاملين في 5 بنوك كبرى تواطؤوا في غرف الدردشة لتبادل المعلومات الحساسة بشأن السندات البريطانية في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008. وأعلنت الهيئة أن دويتش بنك وسيتي جروب اعترفا بنشاط مناهض للمنافسة من خلال تبادل معلومات بشأن سندات حكومية بريطانية بين عامي 2009 و2013، حيث توصلت بشكل مؤقت إلى أن 5 بنوك انتهكت قواعد المنافسة. وأوضحت هيئة المنافسة والأسواق أن سيتي جروب ودويتش بنك وإتش إس بي إس ومورغان ستاتلي تشاركوا بشكل غير قانوني بتفاصيل حول هذا التسعير واستراتيجيات التداول في غرف الدردشة بين عامي 2009 و2013. انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف بعد حالة من عدم اليقين من أن الولايات المتحدة تتجنب التخلف عن سداد الديون يقابلها احتمالية إجراء مزيد من تخفيضات إنتاج أوبيك بلس. وانخفضت العقود الآجلة لخام بنسبة 0.09% إلى 78.30 دولار للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.2% ليصل إلى 74.18 دولار للبرميل. وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارتي إنه تم إحراز بعض التقدم، لكن العديد من القضايا ظلت دون حل في مفاوضات سقف الديون الأمريكية مع اقتراب الموعد النهائي لرفع حد الاقتراض للحكومية الفيدرالية البالغة 31 تريليون دولار أو التخلف عن سداد المخاطر. وقبل الختام إلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.